شكرا يا محمد. كيف استقبلت ورأيت وحللت سحب الجنسية التركية من محمود حسين؟ لا خليني اقول لك ان انا احنا متابعين قوي الموضوع ده من فتره طويله جدا. خليني اشرح لحضرتك وللساده المشاهدين اللي بيحصل بالظبط ويعني ايه معنى سحب الجنسيه. اتفضل. هو اللي حصل ان كان خلال الاعوام الماضيه او الشهور اللي فاتت كان في حاجه اسمها الجنسيات الاستثنائيه. الجنسيه الاستثنائيه دي في تركيا كان في ناس بتحصل على الجنسيات عن طريق مثلا انه يشتري شقه، يعمل شركه، ان هو فبداوا الاخوان عن طريق ما يسمى كيان كده عملوه اسمه لجنه الاعلاميين وحمزه زوبع وهذه المجموعه يبيعوا هذه الجنسيات الاستثنائيه يعني ويكسبوا عشرات الالاف من الدولارات يعني. فبيجي يعني بيبيع الجنسيه بيبيع الجنسيه ازاي؟ يشتري هو عقار ويعيد بيعه تاني مثلا؟ لا لا، هم ليهم بقى حاجات وشخصيات جوه توغلوا مع الاحزاب اللي هناك وبعض الشخصيات النافذه وبداوا يدفعوا فلوس ويجيب لك جنسيه يدفع له 50,000 دولار فتحصل على جنسيه استثنائيه. فلما حصلت الانتخابات الرئاسيه الاخيره في تركيا وتغيرت الوزارة وبدأت الدولة التركية تعي لمثل هذه الأمور ووزير الداخلية هناك، فبدأ يعملوا إجراءات مراجعة لهذه المسائل كلها واكتشفوا أن العديد من السوريين والإخوان المسلمين وبعض العناصر متورطين في هذه المسائل. فبدأت تحصل متابعات وملاحقات لبعض العناصر هناك وأثيرت سائرة كبيرة جدا دفعت وفد من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يروح بسرعة يعمل مقابلة ويدعو الدولة التركية للتوقف عن هذه الملاحقة. وده ما كانش ملاحقة سياسية، هي كانت ملاحقة جنائية. قانونية طبيعية جدا، قانونية جنائية. كان من حوالي شهر حصلت مراجعات لهذه المسألة واكتشفوا ان في 36 من الاخوان واخدين جنسيات استثنائية منهم محمود حسين، وبعض ال 36 دول مش موجودين على ارض تركيا، ده بعضهم في قطر وهو واخد جنسيه تركيه. فهنا تكتم الامر يعني، الاخوان كتموا هذا الموضوع تماما، حاولوا يحلوا المشكله. الراجل طبعا كان اشترى عقار في تركيا وباعه لواحد سوري اللي هو محمود حسين. باعه لواحد سوري بحيث ان السوري ده يحصل من خلال هذا العقار على جنسيه ايضا. يعني كمان بيتاجر في مصائر البشر يعني. ايوه. فطبعا الموضوع طبعا قالوا له لا، ده انت كده ده في مشكله كبيره جدا. فاوقفوا سفره، سحبوا الجواز منه، وهو كلف محامي يدافع عنه. ولما كتموا يعني حصل تكتم على هذا الامر وحاولوا يحلوا المشكله فلم تحل، حبوا يثيروها اعلاميا. مدحت الحداد وعلي عبد الفتاح والمجموعه دي كلفوا واحد اسمه عمرو عبد الهادي، عارفه، شبه العشرة ساغ الفضة كده. أيوة شكله والله شبه العشرة ساغ. كلفوه ان هو يثير هذا الموضوع، يكتب تويتر او على صفحته بالفيس مواقع التواصل ان محمود حسين ده راجل عجوز وكبير وده مش معقول اللي هو ايه يسحبوا منه الجنسية بعد استدرار تعاطف يعني. استدرار تعاطف ويحرج الدولة التركية. ولكي يحرجوا الدولة التركية عشان تحل المشكلة، مشكلة الناس دي. هم الإخوان ما يهمهمش غير مصلحتهم بس. فطبعا الأمر طبعا أثير وتنقلته يعني ناس وصحف وقنوات وغيره. فطبعا بسحب الجنسية من محمود حسين وسحب الجنسية من الإخوان وغيره وغيره. لكن هذه هي القصة وهذه هي الحدوتة وهذه الحكاية. حكاية طب هذه الملاحقات القانونية، هذه الملاحقات القانونية أستاذ ماهر اللي قد بتؤدي في بعض أحوالها إلى سحب الجنسية من بعض من هؤلاء، بتعتقد أنه في حال التأكد التام أو التأكيد على سحب الجنسية مثلا من محمود حسين مثلا، خلاص خلصت القصة وأصبح قرارا نهائيا وباتا اتخذته الحكومة التركية والجهات القانونية المعنية بهذا الأمر، مصير محمود حسين بقى بيبقى إيه؟ لو تم سحب الجنسية المفترض ان هو كده كمان جوازه المصري منتهي وهارب وعليه قضايا، فالمفترض ان هو يتم تسليمه لمصر. ده المفترض يعني قانونا واجرائيا المفترض يحصل كده، بس مش عارف هل ده هيحصل ولا مش الا اذا بقى تقدم بطلب لجوء لاي من الدول الاوروبية اللي هتقدر تقبل بيه. وده المتوقع.